اي ابن عم الفقيد محمد سبويل اللي احنا نعيطوا له في العائله سويل، ان شاء الله ربي يرحمه. سويل ولد عمي، تربينا مع بعضنا الطفوله كامله، وكان انسان متزن وكان معتدل، وكان شغف نتاعه بالعلم اكثر منه، كان يخدم ضابط ويكمل في شهاد وفي علم النفس، تخرج من علم النفس ويحضر في الدكتوراه نتاعه، وفي نفس الوقت يخدم اطار امني اكثر من 8 سنين، ما عندوش حتى علاقه بالميدان ولا بالعمليات. هو بيعملوا عنده ضباط تكوين في مدرسة سلامبو، متزن برشا ومن عائلة محافظة إلى غاية الحدود، وربما يعني هو الوحيد اللي في عائلتهم ساعات يشرب معناها بعض الكؤوس المحدودة، ماهوش معناها حتى برشا زملائه ما يعرفوش أصلا اللي هو يشرب، نتيجة لأنه أبوه كان مؤذن مسجد حي التحرير، وكان معناها عائلة متدينة ومحافظة جدا. لما محمد سبوعي سوائل نقول له يعني مشى، كان صحيح كان قاعد في جلسة عشاء مع أصحابه، وفما واحد باش يوصله معه إلى الجبل الجلوت، نزل صديقه باش يوصله معه في سيارته اللي هي مش سيارة إدارية، سيارته الميغان اللي تشبه سيارات مديري الأمن، ومعناها هو يعني مغروم بالنواحي هذيك من السيارات اللي هي الميغان. وقت اللي الدورية السلفية كانت عابرة، كان هو تحت القنطرة معناها لحاجة لقضاء حاجة بشرية طبيعية، ففوجئ معناها بأنهم الدورية المواطنين هذوما، فما شكون تعرف عليه وقال لهم هذا طاغوت، وهو في اللحظة هذيك انتبه أنه محاصر، فدافع وحسب ما أكد لي الأخ محمد العري الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية، أكد لي في لقاء خاص وفي مكالمة أنه ولد عمي مات بشرف ومات ببسالة، بسالة الأمنيين، ودافع على روحه بكل شجاعة. معناها مش كما برشا ضباط اليوم 15 تقدموا بشكاوي بعد تعرضوا للإذلال والمهانة من طرف الدورية نفسها اللي قتلت ولد عمي، وهم بيدهم الأشخاص هنوهم، وهم طلبوا معناها في لحظة ضعف اعتذروا وطلبوا السماح وتابوا على أيديهم، فذلك علاش ما قتلهمش. ولد عمي واجههم بشرسة، فلما اشتدت المعركة وقاوم كأمني ومتدرب وكل شيء إلى آخر رمق، ولكن يعني هما معناها تكتلوا عليه، لما أدركوا أنه مات حسوا بالخطر، لأنهم هما ما كانوش في النية متاعهم، كانوا نيتهم الاحتطاب والبحث عن الغنائم لتمويل غزواتهم، فرجعوا للمفتي متاعهم اللي هو إمام مسجد بوزفيل، واتصلوا به حتى كيفاش يتصرفوا في الحالة هذه، فقال لهم أقيموا عليه الحد، فقاموا بذبحه دون أن تخرج حتى قطرة دم، لأن الرجل ميت بعد ما أقاموا الحد، فبالتالي يعني كان تنكيل أصلا بالجثة، وهذا مش في مختلف الشرايع حرام، ما نعرفش شنو الإسلام تاعهم. في نهاية الأمر يعني مشاو معناها عطاهم الأوامر المفتي بحرق السيارة، سيارة الميغان، ومشاو للمسجد واختبوا عنده الليلة هذيك، وهزوا أوراقه الأمنية وفلوس وكل شيء، وبعدين نصحهم بمغادرة تونس. فالحمد لله نجح الأمن في إلقاء القبض على مجموعة كبيرة منهم. إلى حد اللحظة هذه عندي معلومات أنهم 12 موقوف على ذمة القضية بخلاف الأربعة اللي شدوهم، وما زال الإمام هذايا اللي قتله ولد عمي ما زال متحصن بالفرق. بالنسبة لي يعني الإمارة هذه أطلقنا صيحة الفزع منذ أكثر من سنتين، وقامت في سجنان وقامت في الجنوب، ونبهنا هذا دولتنا الموقرة أو حكومتنا الانتقالية الموقرة ترفض معناها الإقرار بكونه فما أمن موازي وفما دولة موازية وفما يعني التيارات معناها منظمة وتخضع للرتب وللقيادة، ويعني بلغة كما عريف وعريف أول محافظ، يعني هذا صار في بلادي وما نجموش نخبيه. الشمس بغربال، وإحنا كعائلة دفعنا شهيد لتونس ومستعدين ندفع ألف الشهداء، وإن شاء الله يعني مازلنا كنا كعائلة مصدومين، ولكن دم أسبوعي ماهوش باش يمر هدرا، ولن يعني نسمح بأنه يموت بالطريقة الشنيعة. حبيت نعبر لجميلي أخويا أنه مستاء جدا بأنه بعد أسبوع كامل باش تفطر السيد البكوش طيب بكوش، وبارك الله فيه وزارنا في الدار وقدم التعازي، وبعد يومين زاد زارنا الشيخ راشد الغنوشي بعد يومين من زيارة طيب بكوش، وقرأ الفاتحة على المرحوم وأقر أنه الإمام هو اللي أفتى بقتله.